خلينا نحاول نفهم المزيد من التفاصيل عن هذا الكشف الأثري المهم من خلال انضمام دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري معنا عبر الهاتف. صباح الخير عليك دكتور مجدي. تاني أستاذ باسم، كل التحية لحضرتكم والشهدين حضرتكم. أهلا بحضرتك. خلينا نفهم فكرة البئر وأن هو يكون فيه نلاقي بعض المومياوات الموجودة في هذا البئر، هو أمر ربما يكون غير شائع يعني حتى الآن فيما عهدناه عن الحضارة المصرية القديمة. لو تحدثنا عن هذا الأمر وتلقي مزيد من الضوء عن هذا الكشف إذا سمحت. أستاذ باسم، هو في العصر المتأخر أنت عارف حضرتك أن تاريخ مصر متقسم إلى مجموعة من العصور والفترات زي الدولة القديمة الوسطى الحديثة. فعندنا عصر بنسميه العصر المتأخر، بعد الأسرة 22 بيحصل نوع من يعني التطور شوية السياسي والاقتصادي، فبتبدأ هذه المنطقة تتحول إلى منطقة دفن جماعي. فلأن حضرتك عارف في العصر اليوناني والروماني ما يعني بيبقى المفروض كل واحد له مقبرة في الدولة أو في العصور المصرية القديمة، ولكن بدأنا نخش في ما يسمى بالمقابر اللي هي موجودة في الآبار اللي هي مختلفة. وبالتالي المنطقة دي كانت منطقة مقدسة، لأن منطقة سقارة هي الجبانة بتاع مدينة منفي، وكانت بتنسب للمعبود سكر، وبالتالي كان بيحرص كل الناس على أن هم يدفنوا في هذا المكان. وبالتالي أنا عندي هذا الكشف يمكن أهميته أن احنا بدأنا نجد يعني من أول البعثة، هي يمكن أجمل حاجة في هذا الكشف أن هو بعثة مصرية صرف شغالة من 2018، دي الموسم السادس، بدأت بمقبرة مهمة جدا مقبرة واحتي، ولكن كان الكشف الأشهر ولا الأشهر عالميا سنة 2020 لما طلعت أكثر من 100 تابوت مغلق، فكانت مهمة جدا. ويمكن حضرتك تتذكر منذ عدة أشهر طلعت ورشتين للتحنيط، ألقت يعني التحنيط على اللي هو في تحنيط الحيوانات والحيين تحنيط الإنسان. ولكن الكشف الجميل ظهرت فيه حاجة يمكن ما حدش خد باله منها تماما، هي أن لقوا يعني رجل قدم لأحد السيدات فيها خاتم، ودي يمكن موضة دلوقتي طلعت يمكن في الفترة الأخيرة للسيدات، فإن احنا نجد خاتم بيسموه خاتم الإصبع، فدي حاجة يعتبر جدا. كمان بدأنا نجد استعمال الحنة كمان في القدم، إن هو بيستعملها في تلوين بدأ يعني في الأرجل، مش بس بيستعملها في الشعر ولكن بيستعملها في القدم. وإحنا بنشوف برضه في العصور الحديثة إن بعض الأمراض بيطالبوا من أنت تحط المسحوق بتاع الحنة، فبدأنا نجد أشياء جديدة في هذا الكشف. وبالتالي في فكرة التحنيط، فكرة ان كمان التوابيت اللي هتلاقي ممكن تلقوا الضوء على فكرة زي كانوا بيحنطوا بعض الاساس الجانبي واللقى الجانزية، هنشوف الناس دي كانت بالرغم ان في نهاية التاريخ المصري ماذا يوجد في هذه المقابر. وبالتالي اعتقد ان في نهاية هذا الكشف، لان لسه طبعا ما اعلنش عليه رسمي، فان احنا هنلقى الضوء على اضافات حضرتك عايز تقول انه يبقى في حاجات يعني زيادة، واكيد بكتير بالتأكيد طبعا أكيد هنحاول أن احنا نفهم مع حضرتك يعني كل ما يبقى فيه جديد فيما يخص هذا الكشف أو غيره. بس زي ما حضرتك ذكرت، أجمل ما في الموضوع أنه هو من بعثة مصرية خالصة هي اللي قامت بهذا الكشف، وبنتمنى اليوم دايما كل التوفيق. جزيل الشكر لحضرتك دكتور مجدي شاكر الخبير الأثري على وجودك معنا عبر الهاتف.